قال الكاتب جورج ويل في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الخيارات المتاحة في الانتخابات الرئاسية بين هاريس وترامب هي الأسوأ في تاريخ الانتخابات الأمريكية. وصف الكاتب مشاهدين ترامب بأنه بركان من الأفكار العشوائية ونوبات غضب، في حين اعتبر هاريس غامضة ومتعددة القناعات، مما يعني أنها قد تتخلى عن معتقداتها الجديدة بالسهولة نفسها التي هجرت بها نهجها التقدمي السابق. كل خيار هو خسارة، هكذا عنون موقع The Intercept الأمريكي رصده لصراع الناخبين مع قرارهم في ظل الإبادة الجماعية في غزة. ويواجه الأمريكيون التقدميون المعارضون للحرب التي تمولها الولايات المتحدة في غزة خيارا صعبا، هل يجب عليهم التصويت لصالح هاريس أم لا؟ فتتصاعد الضغوط على الناخبين حيث تتداخل المبادئ السياسية مع المواقف الأخلاقية في ظل الأوضاع المأساوية المستمرة في غزة. أما مجلة ذا نيويوركر الأمريكية فقد نشرت تحليلا يلخص ما أسمته بالأيام الأخيرة لترامب في الحملة الانتخابية. فكما ترون على الشاشة، قالت المجلة إن ترامب واجه هجمات من جميع الجهات وتحدث مرارا عن أعداء من الداخل، بما في ذلك من يريدون النيل منه. ونذهب لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، والتي قالت إن الشباب ربما يدفعون المرشح الجمهوري دونالد ترامب نحو الفوز، وذلك حال حضورهم. وأضافت الصحيفة إن ترامب يسعى لكسب هذه الفئة الأساسية من خلال تقديم خطاب ذكوري، محذرة من أن هذا الخطاب يبعد عنه أصوات النساء. وموقع ذا هيل الأمريكي سلط الضوء على الفرص المتقاربة بين ترامب وهاريس، وقال مشاهدين الموقع إنه يبدو أن كل من المرشحين مستعدون لإعلان فوز أي منهما، حيث يعتقد كلاهما أنه يمتلك المبررات التي تدعم استحقاقهما للفوز. وتحت عنوان كل طرف واثق من النصر، أشار موقع أكسيوس الأمريكي إلى أنه رغم أن الرسائل الختامية للطرفين متباينة، لكنها متباينة بشكل كبير، لكن المتحدثون باسمهم يرددون النغمة نفسها، الثقة والتفاؤل. وأضاف الموقع أنه في أمريكا المتقلبة لا أحد يعرف حقا، حيث تكشف استطلاعات الرأي عن معركة متقاربة للغاية، وهذا في الولايات المتأرجحة. ومن جانبها مشاهدين، استعرضت صحيفة بوليتيكو مخاوف المهاجرين، وهذا مع احتمال عودة ترامب إلى الرئاسة، حيث يخشى العديد منهم من تكرار سياسات الفصل الأسري والتي خلفت أثراً عميقاً وصدمة مستمرة بين العائلات المهاجرة. ويرى البعض أن العودة إلى هذه السياسات قد تعيد فتح جروح لم تندمل بعد، مما يضع مستقبل الآلاف من الأسر في مهب الريح. وصحيفة نيويورك تايمز التي ناقشت كيف أن الجريمة أصبحت نقطة حديث رئيسية في الحملة الانتخابية، حيث أصبح لهذه القضية التأثير على النقاشات السياسية في ظل اقتراب الانتخابات. وقالت الصحيفة إن الجمهوريين ما زالوا مستمرين في محاولاتهم لربط الجرائم، جرائم القتل، بالمهاجرين، وعلى الرغم من الانخفاض في معدلات الجرائم العنيفة هذا ما يحدث. وإلى الصحف الإسرائيلية، حيث قالت صحيفة هارتز إن معاداة السامية والشرق الأوسط وناخبين اليهود يلعبون ربما دوراً كبيراً في بعض السباقات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية والكونغرس الأمريكي. ومن أريزونا مشاهدين إلى بنسلفانيا، ومن لاس فيغاس إلى كاتسكال، يتوقع أن تلعب الجالية اليهودية دوراً بارزاً في تحديد من سيسيطر على هذه الانتخابات.
ترامب واثق من موجة حمراء تمنحه ولاية ثانية، هكذا أوضحت صحيفة الشرق الأوسط، حيث أشارت إلى ادعاء انتزاع عدد كاف من الولايات المتأرجحة عبر الجدار الأزرق وحزام الشمس. تشير توقعات موقع بولي ماركت إلى أن ترامب لديه فرصتان من أصل ثلاثة لهزيمة هاريس، بينما يمنح موقع 538 فرصة 53% للعودة إلى الرئاسة. ويعتبر ريل كليكيلر بوليتكس أن ترامب يحتفظ بالصدارة في استطلاعات وطنية، مما يجعله أول مرشح جمهوري يفوز بالتصويت الشعبي منذ عقدين.